ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم نرمين من قناة افكار حلوة. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة زي ما انتم شايفين هنعمل الفوزة دي اللي هي على شكل مرشة المية بطريقة سهلة. زي ما انتم شايفين كده، اي علبة عندكم بنفس المواصفات دي او الحجم ده، علبة صلصة بقى، علبة زي اللي عندي دي اللي هي بتاعت ستيكس او شيبسي، اي حاجة، المهم ان هي تكون بنفس الفكرة. وهنجيب الظهر او اللي هو الوش، بيبقى الغلاف بتاع الكراريس بيبقى كرتون يعني خفيف مش سميك. هناخد من كل جنب، طبعا انا قطعتها دي كراسة عادية، قطعتها نصين وجيت من كل من الحرف اللي قدام ده، خدت 4 سنتي من هنا واربعة سنتي من هنا، ومن الناحية التانية 1 سنتي من هنا وواحد سنتي من هنا، ووصلها بالمسطرة عادي كل نقطة. طبعا انا كنت بحدد النقط وبوصلهم ببعض، بعد كده هقصها بالمقص عشان يديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. واللزقة عادي خالص، اي لزقة عندكو متوفر. هنلزق حرف واحد بس منه، نحط عليه اللزق علشان انا هلفها زي ما انتوا شايفين كده والزقها ببعض. شبيهة للقرطاس كده، وهقصها بزاوية علشان يبقى ده البوز بتاع المرشة، هو بيبقى شبيه لبوز البراد هو زي ما انتوا شايفين. هنيجي بقى ده، دي العصيان دي كانت بتاعت فروع ورد عندي قديمة، وانا قصيتهم كده بالقصافة بتاعت اللي هي الحداد وكده. انتوا ممكن بقى لو عندكم سلك رباط، عندكم ممكن الشفاطات اللي هي العادية اللي هي الشاليمو، ممكن برضو تستخدموهم، تجيبوا كده كام واحدة وتشكليها، بيبقى نفس الشكل اللي انا عاملاه كده عشان ده يبقى الايد بتاعت المرشة بتاعت المية، او ممكن سلك رباط برضو نحط كام واحدة كده جنب بعض ونعمل السمك اللي احنا عايزينه، او كمان ممكن نعملها بطريقة تانية ان احنا ممكن نجيب ورق جرايد ونعمله على شكل برضو رفيع بالشكل ده ونعمله برضو بنفس الطريقة دي. اهو انا شكلت كذا واحدة وعملتهم زي بعض، هلزقهم بقى مع بعض كده بالشمع. تعملوا السمك اللي انتوا عايزينه، انا عاملة تلاتة لزقتهم في بعض. ما تنسونيش بقى في اللايك، لان فعلا بتعب في الفيديو، فاتمنى ان انتوا يعني لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك. ده لزق بيتجاب من عند الموان، يعني هو لزق هيبقى حلو ان احنا نلزقه كده مع بعضه عشان يخفي التجزيعات بتاعت السلوك اللي انا عاملاها في بعض دي، فانا هلزقه بيها. طبعا احنا لو لزقنا بلزق عادي هنيجي طبعا عشان ندهنه الدهان مش هيثبت فيه، فيفضل طبعا ان هو يكون من اللزق ده. هبتدي ان انا امسك جزء جزء كده، يعني انا لزقت الحرفين في بعض الاول، وبعد كده بقى هاخد الشكل كله بالطول والزقه عشان اخفي زي ما بقول لكم التضليعات اللي موجودة. هتبتدي بقى تمسكيها كده من كل ناحية، من قدام ومن ورا، وتلزقيها عشان تدي شكل الايدين بتاعة المرشة بتاعتنا اللي احنا عاملينها.
طبعا انا بقصها من هنا من الجزء ده عشان لما اجي اتنيها تتني بسهولة، ما تبقاش عاملة يعني متنية او حاجة، تبقى شكلها متساوي. حاول اظبطها كده والزقها من قدام ومن ورا. انا كده خلاص لزقتها كويس، وهبتدي بقى الزقها بالشمع في العلبة بتاعتنا. ونثبتها شوية كده لحد ما تنشف كده. خلاص خلصنا الايدين، هنيجي بقى للبوز. انا كنت عاملة 2 طبعا، انا قصرتها علشان يبقى شكلها، لان على حسب الحجم انت هتحددي البوز يبقى طوله عامل ازاي. فانا حسيت ان الحجم ده هيبقى افضل مع الحجم اللي انا عاملاه، فاخدت الصغيرة. طبعا انتي بتقصريها زي ما انتي عايزة، لان هو كرتون سهل القص يعني، مش حاجة صعبة. اتك عليها شوية كده عشان تمسك نفسها. هجيب كرتونة، دي كرتونة عادية خالص، عملتها على شكل دايرة بأي حاجة عندك بقى، قطر قصدي اللي هو مش عارفة اسمه، المهم يعني. وطبعا لزقتها بالورق العادي بغيره، لزقتها كلها عشان تديني الشكل ده، عشان ما يبقاش في حواليها الشكل بتاع الكرتون. وجايبه بقى بأي حاجة عندك رفيعة تخرمي بيها عشان تعملي اللي هو الشكل الدش ده اللي بينزل منه المية. فأنا طبعا خرمتها كده، وهلزقها بقى بالشمع من الناحية دي من الظهر عشان ألزقها في البوز اللي أنا عاملاه ده، بحيث ان هي كده تديني شكل المرشة او الدش اللي بينزل المية. فبأي حاجة زي ما بقولك رفيعة عندك. ده بلاستيك عادي ابيض، دي سفنجة، وممكن الفرشة. طبعا انا خلاص خلصت بقى، فانا عايزة اغير بقى الشكل عشان كله يبقى شكل واحد. فهنديها الاول طبقة من اللون الابيض كلها تدهن، انا دهنتها كلها واسيبها تنشف. عملت اللون ده، انت طبعا هتعملي اي لون انت عايزاه، هو مزيج ما بين البلاستيك الابيض، وجايبه اللونين اللي هو الازرق واللون الاصفر، وهدهنها برضو. دي طبقة بقى اللي هي اللون اللي انا هعمله، ندي على زي لبني كده او لبني غامق شوية. وهاخد كل طبعا المرشة كلها دي، يعني هبتدي ان انا ادهنها كلها بنفس اللون واسيبها برضو تنشف. بعد ما نشفت اهي زي ما انتوا شايفين، وطبعا عدت عليها تاني على الاخرام دي لانها طبعا كان جه عليها البوهية، فعدت عليها تاني. ده يعني زي اي حاجة بقى عندك تلزقيها، ده ورد ورق يعني انا طبعاه في مطبعة، تعملي اي اشكال بتجيبيها من على النت عادي خالص، او اي ستيكرز عندك. وانا حطيت الورنيش عشان الزقها،
واحدة واحدة كده بإيدي، عشان ده ورق طبعا ممكن يتقطع، فواحدة واحدة نلزقها كده. طبعا أنا حطيت طبقة ورنيش عليها وتحت على العلبة نفسها، وهنرجع نعيد عليها برضو من بره بالورنيش عشان تمسك نفسها كده. خلاص هبتدي برضو اخد العلبة برضو اديها كده طبقة حماية، من لان برضو الدهانات وكده ممكن يتقشر او بتاع، لكن لما تعملي عليها بطبقة ورنيش هتبقى ليها طبقة حماية وهتحافظي عليها ومش هيحصل لها حاجة كده. خلاص ده الشكل النهائي، وحطيت عليها بقى الورد، اي ورد، عن مجموعة ورد عندكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم.